بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، سنة أول ثانوي أقدم لكم اليوم حل المتراجعات. حل المتراجعات، انتبهوا مليح، أدرس إشارة كل من العبارات الآتية كما راكم تشاهدوا. إذا نبدأ الأولى، إكس ناقص واحد، أولا نبدأ في العبارة هذه. العبارة تنعدم، من أجل x ناقص واحد يساوي صفر، معناه x يساوي واحد، وكذلك 2x ناقص ثلاثة تساوي صفر، x يساوي ثلاثة على اثنين. ثانيا نرسم جدول الإشارات. عندك عندك إكس، عندك الواحد وثلاثة، واحد وثلاثة على اثنين. عندك الأولى إكس ناقص واحد، وثانية اثنين إكس ناقص ثلاثة، ولهنا إكس ناقص واحد مضروب في إكس ناقص ثلاثة. إكس ناقص واحد أكبر من واحد، معناه إكس أكبر من واحد، هي موجبة إذا إكس أكبر من واحد، وسالبة إذا إكس أقل من واحد. هنا كذلك موجبة، هذا العبارة موجبة من أجل إكس أكثر من ثلاثة على اثنين، وسالبة. إذن السالب سالب هو زائد، موجب مضروب سالب صافي سالب، قلنا هنا موجب. إذن واش هذاك؟ أنا الخلاصة، إكس ناقص ثلاثة مضروب في اثنين إكس ناقص ثلاثة موجبة أو تساوي صفر، من أجل إكس واش هي موجبة؟ كما تشوفوا لهنا، من أجل إكس ينتمي إلى، عندك لهنا ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، من يعني حتى الواحد اتحاد من ثلاثة على اثنين حتى زائد ما لا نهاية.
إكس ناقص واحد مضروب في 2 إكس ناقص 3 سالبة أو يساوي صفر من أجل إكس ينتمي إلى المجال 1 3 على 2. هذا هو الحل. فيما يخص الثانية، اف اكس ناقص واحد، الإشارة تاعو أولا هي تنعدم، هي هذاك من أجل أولا من هنا ننشرها ولا نحلوها تحليل قبل. هذه راكم تشوفوا لهنا هي المتطابقة الشهيرة، نظن نكتبوها 3 إكس ناقص واحد مضروب في 3 إكس زائد واحد. هذه العبارة هذه تنعدم من أجل إكس ناقص واحد يساوي صفر، معناه أن إكس يساوي واحد على 3، 3 إكس زائد واحد يساوي صفر، معناه من أجل إكس ناقص واحد على 3. نرسم الجدول، جدول الإشارات. عندك واحد على 2 ناقص واحد، ناقص واحد على 3 واحد زائد 3. عندك لهنا إكس قيمة إكس، لهنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. إذن 3 ناقص واحد 3 إكس زائد واحد، 3 إكس ناقص واحد موجبة من أجل إكس أكبر من واحد على 3، موجبة سالبة الجهة الأخرى. 3 إكس زائد واحد أكبر موجب من أجل إكس أكبر من، يعني هكذا. إذن السالب في السالب هو موجب، ناقص في السالب موجب سالب ذاك سالب، موجب من الموجب موجب. إذن هذه هي إذن الخلاصة. عندك من أجل إكس ينتمي إلى ما لا نهاية حتى ناقص واحد على 3، اتحاد واحد على 3 زائد ما لا نهاية. هاكم تشوفوا لنا تسعة إكس مربع ناقص واحد سالبة من أجل إكس ينتمي إلى ما واحد على 3 واحد على 3. هذه هي الدرجة. التمرين الثالث، العبارة تنعدم من أجل إكس تساوي صفر، وإكس يساوي صفر معناه إكس يساوي ناقص واحد.
دائما لازم نرسم الجدول الإشارات. هذه هي الطريقة مليحة خلاص. إكس أكبر من صفر هي موجبة إذا كان، ولكن ناقص هي سالبة لنا، هذه هي، ولنا أكبر من ناقص واحد يعني لنا فوالا. إذا موجب سالب، سالب موجب الموجب موجب، سالب الموجب سالب، هذه هي الجدول. الخلاصة ناقصين موجبة من أجل إكس ينتمي إلى ناقص واحد صفر، ناقص إكس إكس سالبة أو تساوي صفر هي إكس ينتمي إلى ما لا نهاية ناقص واحد اتحاد صفر زائد ما لا نهاية. انتهينا والسلام عليكم.